بجاردن او بدعم من وزارة التعاون الدولي 25 مليون جنيه و20 مليون جنيه من محافظة المنيا دعم لابناء الصيادين لعدم صيد حضاري محترم معاه. اكلمكم بعد كده معالي الوزير عليه. انا بسرعه بقول كلام سريع كده عشان هنقعد بعد كده نتكلم في اطار تطوير المينا بقى الاصلي اللي هو مينا الطور الاصلي بقى اللي ده كان في محور قناة السويس. خمسة وخمسين يوم تحديدا بالضبط كنا في زيارة لمدينة الطور. كان السيد معالي الحافظ كان يتكلم على انه كان عنده فكرة انه يخلي مدينة الطور سلة غذاء خاصة. وكان من ضمن التفكير عشان نشوف يعني كده دي مشاريع مهمة داخل المحافظة الجنوبية لابد انها تتعدل من جديد. واحنا جايين النهاردة في اطار المتابعة لما اتفقنا عليه وحنشوف مصنع التلج وحنشوف المينا بعد تطويره الستين متر اللي ورا والاربعين متر اللي قدام. مش كده برضو مش انت برضو كنت بتتكلم معانا؟ هنعمل تطوير الرصيف في اتجاهين. اول حاجة احنا هندعم الرصيف القديم طبعا هنرفع كفاءته بحيث ان يبقى رصيف كانه منشوء النهارده بدل ال 150 سنه اللي فاتت. وهنعمل في اتجاهين الاثنين هنحطهم من الاتجاه 60 متر من الاتجاه الثاني 40 متر في حدود 100 110 متر. وبعدين المرحله بقى كده هنخش في البحر طول حوالي 60 متر. هيبقى اجمالي طول الارصفه بتاعت مينا الصيد من 70 متر ل 240 متر. هتتطور حوالي اكثر من 300%. الشيء الخاصه بخليج السويس هتخش ان شاء الله جنوب سيناء. كنا بنتكلم على اتنين شنشله ان شاء الله الموسم الجديد هيبدا 1/9 مع الوزير امرنا ان يكون 10 شناشيل ان شاء الله. هل في ضوابط جديده للصيد بمنع الصيد في فترات معينه من السنه؟